كتير بيعمل وزن كتير. كررز، ما انا ولادي هم حواليا رفرعين كده ورا كرز ولا حاجه، وكلنا متطعمين والحمد لله. ما انتش ياخدش اللي قاله. خلاص يا ماما بقى. ماما مش نسيبهم يقعدوا لوحدهم. بتنتي انا مش عايزه واحنا قاعدين عند الناس تفضلي كده تضحكي على الفاضي وعلى المليان كر 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 يا ضحك كده، تبقى قاعده محترمه نفسك وراسك. نسيت؟ نسيت تاكل؟ نسيت تشرب؟ نسيت تنكد على امك؟ نسيت تحرق دم ابوك؟ نسيت تستغبى على مدرسينك في المدرسه؟ انت امك مين يا يعني؟ انت مالكش كبير يا لمبي؟ اوه يا اما لا طلع شيطاني، انت علمت عيال غيري يا اما. طب انا كبيرك يا لمبي، وهشوف انا عربيه الكبد هتخرج ولا لا يا لمبي، وهتشتغل عليها زي الرجاله العدلين ولا لا يا لمبي، وهشوف انا كلام امك هيتسمع ولا لا يا لمبي. طب تبقى جدع بقى، طب تبقى جدع لو اتجوزت واحده تانية. انا هو انت هو ده تفضصها لك. اتكلم اتكلم اتكلم، تتجوز هتلاقي ضفري. مام I'm asking في جام جام مربى. ولما انت عارفه انها مربى ما قلتيهاش من الاول ليه؟ ولا انت قوي يا تنحريني والسلام عندك في الثلاجه. لغايه هنا بقيت، لغايه هنا خلاص خلاص، مش قادره استحمل الاربع حيطان دول، خلاص مش قادره. نسيت تاكل؟ نسيت تشرب؟ مذاكرتشك في دماغك؟ قوتي في جيبي؟ ايات باهي يا جماعه، خفه دم مش طبيعيه. عايزه اقول لكم انتوا بتشوفوا الفيديو واحنا واقعين هنا من الضحك من كتر ما هي كل فيديو تعلق عليه وتقول لي كواليسه عامله ازاي. هي من كل الشخصيات اللي موجوده في حياتنا قررت تجيب عامله كامل تحطها قدامها كده وتقلدها. اتقلدها بقى وطلعت هي هي بخفه دمها بحركاتها. عملتي ايه في البيت؟ انا شايفه حاجات بتتدغدغ. الفيديو اصلا بتاع الكرسي ده انا زقيت انا طبعا عشان يعني اجيب الشوت مع الكرسي، صوت الكرسي وانا بوقعه فيقع. وقعت الكرسي اصلا اتكسر، سن الكرسي اتكسر، وكان السشوار انا كنت ناسيه على الارض ما خدتش بالي، فراح وقع عليه كسر هو كمان. خسرنا كرسي وسشوار الاثنين باظوا. بيعملوا معاكي ايه اهلك في البيت في الكواليس دي؟ هي ماما بتخش تقفل على نفسها ومش عايزه تشوف اي حاجه غير لما بخلص بروح اوريها بقى. بيجي لها صدمه طبعا اللي هو كانت متخيله. لا هي اول فيديو ده انا كنت قاعده عادي في اوضتي لوحدي، وبعد كده انا كنت بفرج على المسلسل اصلا، انا بحبه جدا جدا بقى. فقعدت كنت بشوف الحلقه دي اصلا، فبعد كده قلت ايه، كنت بقلب لقيت المشهد جه معايا، فقلت طب خلاص انا ايه هصوره. دخلت جبت اكسسوار عندي شبه اللي هي كانت لابساه يعني في ذهبي بتاع كده، ولبسته وشغلت المشهد وعملته بقى. وبعدين قمت غيره هدومي وراجعه وطلعت من اول مره. عملت المشهد من اول مره؟ ما عرفتيهوش. ما انا شفت المسلسل كتير، انا بقالي سنتين بشوفه، شوف نفسي من المسلسل حفظته. ما كنتش عارفه انه يطلع كده، فانا شفته قلت ايه طب ما انا اوريه ماما تقول لي رايها ايه. فقلت لها يا ماما بصي بنتي كده بالظبط نفس ايه ده؟ قالت لي هو ايه ده؟ انت ازاي عملتي كده؟ ايه شكلك ده؟ انت عامله كده ليه؟ قالت لي ايه ده بس حلو ومش حلو وبتاع؟ فقالت لي ايه نزليه وكده؟ قلت لها لا يا ماما انزله ايه؟ ما ينفعش. ما تضحكنيش بقى يعني، سوري عليا. خلاص بقى مش الدرجه دي. فانا كنت اصلا الموضوع بدا يعني، انا اصلا ما كنتش بعمل تيك توك ولا اي حاجه، هو عملته من اسبوع يعني، كل اللي حصل ده حصل في اسبوع. انا كسرتي الدنيا في اسبوع. انا نازله مصدومه زيك مش عارفه انا حصل من اول فيديو السوشيال ميديا كلها بتتكلم عنك يعني. ما شاء الله طبعا احنا مش بنقف، خلي بالكوا يا جماعه، بس السوشيال ميديا كلها بتتكلم عبله كامل مش ممكن. والله انا زي زيك بالظبط، انا حتى هي احلى بكتير واموره، وبعدين هي طبيعيه قوي وكده، فانا يعني ما تخيلتش الموضوع هيجيب مع الناس كده. وحتى انا نزلته لاصحابي بس اللي على الفيسبوك، وهم اللي بداوا يعملوا شير ويقعدوا يعملوا بقى لايكس وكومنتس وكده. بدات بيجات تاخد الفيديو شويه، ولقيت الناس بدات تكتب على الموضوع في كذا جريده وكده، فانا اتخضيت اصلا ان هو يا جماعه في ايه. انا طب عرفوكي؟ لا هي دي بقى المشكلة أصلا، أنا خاله ومرات خاله شافوا الفيديو أصلا في الأول، بعد كده عجبهم وكده. أولاد خالي الصغيرين أصلا بقى بيحبوا التيك توك ويقعدوا يعملوا عليه حاجات وكده، فبيقولوا له بصي يا الله دي حلوة قوي ومش عارفة إيه. فقلت لهم أه، فما بتكلمها بتقول لها شفتي إيه عملت إيه ومش عملت إيه. شفتي عملت إيه؟ ما هي بالظبط شفتي عملت إيه؟ فراحت قالت لها إيه هي دي آيات إزاي ومش إزاي، وقعدت بقى بعت لهم بقى بعد كده الفيديوهات التانية وكده. كان أول فيديو ليكي هو عبلة كامل. عبلة كامل. ما تهرجيش أنت، إحنا بندخل هو فعلا أول فيديو كان عبلة كامل، اللي هو كان آخر واحد اتعرض ده، كان اول واحد عملته خلاص. لو انا اتخنقت، انا بقيت لحد هنا كنت قاعده وفعلا انا حاسه اني اتخنقت، محبوسه وما بخرجش وعايزه بقى انزل. رحتي مشمره ولا رحتي بقى ضلعه؟ ماما. طب انت هل مثلا تخيلتي ان ممكن في يوم من الايام الفيديوهات دي تضرب مثلا فتوصل لعبله كامل؟ تشوفي عبله كامل؟ بصراحه لا، في الاول عمري ما تخيلت ابدا الموضوع ممكن يوصل لكده. يعني انت اقصى حاجه الناس هتشوفه بس عندي وكده وخلاص يعني. بس لكن ما كنتش عارفه ان الموضوع هيتطور لحد كده او يوصل لهنا، ويا ريت هتشوفه طبعا. بس طبعا انا يعني مش بقلده ولا حاجه، انا بس
يعني بحاول اكون شبهها شويه لكن مش اكتر من كده. انا بحبها جدا. هو اكيد جداً. الفيديو وصل لها يعني بجد يا ريت والله تكون شافته. اكيد ان مصر كلها شافت الفيديو. طب قولي لي يعني الكواليس في البيت بقى مع مامتك، يعني هل مثلا ماما تعالي صوري فيديو يعني اخواتك، لانه احنا بقينا بنشوف دلوقتي كل التيك توكس العيله كامله رحله طالعه على التيك توك ومحدش بقى بيتكسف صح؟ اه لا هو الموضوع ما فيهوش كسوف يعني هي المشاهد اللي انت لذاذه في لذاذه كده. احكي لي بقى الكواليس في البيت يعني والله بصي اول فيديو ده لما عملته ماما عجبها قوي فعجبتها الفكره جدا، انت طب خلاص انا هطلع لك بقى جراليب، ودي كان دايما السؤال اللي بيتسالي جراليب دي منين؟ الطرح دي منين؟ الاكسسوار ده منين؟ كل الحاجات بتاعت ماما. هي ماما اصلا بتحب الحاجات دي يعني انا واخده بالي. بس ما حاولتيش تشركيها؟ لا طبعا ما حاولتش ادخلها في الموضوع، هي اصلا ايه عايزه تتفرج بس يعني هي تقول لي لا انا هكتفي بالفرجه يعني مش حابه اشارك. قولي لي مين اصعب كاركتر على التيك توك؟ لا اصعب كاركتر هي فيفي عبده طبعا، مفيش جدال، اللي هي تلقائيه قوي 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 فانت صعب تقلديها جدا، لان الكلام حتى بيطلع مش في سيكونس ورا بعضيه، لا هي اللي بيجي بلا بتقوله. قلت لك انا بحاول اتنكر عشان الكورونا ما تعرفنيش. انا قلت لكم اقعدوا في بيوتكم، مش عايزين تقعدوا في بيوتكم خلاص يا رب يجي لكم كورونا. ولا لا ولا لا، فهي تلقائيه وجميله قوي. وبعدين انا بحب اقول الفيديو بتاعها لما كانت بتقول لهم، انا مش فاكره بالظبط كان بيقول ايه، بس هي كانت بتقعد تقول لهم هديك 5 تقلام على وشك عشان انت بتكرهني. ايوه عارفه. فهي بجد جميله. طب حاجه كده اعمل لك حاجه ادينا حته عبله كامل انت طبعا حصري. طب ادينا عبله كامل يلا. طيب استني نفتح الموبايل وندخل على الابلكيشن، على ما لازم نستغلها يا جماعه يعني معقوله ايات بنفسها وبتقوم بدور عبله كامل على التيك توك وما نستغلهاش؟ اتقفل في وشك باب الرحمه، ده مش كلامك يا بنت، ده كلام الواد ابو موبايل. ماشي ماشي يا بطل. طب وحياة الرغوة الطاهرة دي لو وريكي ووريني. انا كنت محضره فاكره ما صورهاش وهي بتأدي. لا 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 خطيره فعلا. بصي انا ممكن ده عشان هي انا مش حافظاه، بس يعني لما بحفظ يعني بسمعه مره وبعد كده اعيده تاني اشوف غلطت في ايه وارجع اعيده تاني بالراحه يعني على حسب بقى التقطيع. طب ما تديني واحد كده نجرب، ايه رايكم يا جماعه؟ تعالي معايا. تعالوا نجرب كده واحد. نجرب مع بعض. اوعي بقى تختاري لي مشهد صعب خلي بالك. ها انا لسه مستجده في التيك توك ده، لسه داخله عالم التيك توك جديد. اروح انا بقى اروح. ها ادعوا لي يلا اتفرج عليه. طب نص مره هو دقيقه كام يلا ايدي وسكتها هنا وغنيت، بس اكتر من كده يبقى خاطر، انا في لحظه ضعف وممكن انهار. ابوس ايدك انهاري، انا بقالي 20 سنة مستنيك عشان تنهاري. بقول لك يا فرنسا، ما تيجي نبيع لوت الفل ده ونطلع على اقرب محامي ونضرب ورقه عرفي وننهار سوا. عرفي؟ عرفي ليه اروح اقنص؟ فاكرني تعلمها في معهد اللاسلكي عايزه تتجوز من ورا اهلها عشان تقابل زميلها شقه واحد صاحبه في الدار في الدور الرابع؟ ايه صحه الحوادث اللي بتقراها لي دي يا فرنسا؟